ناولت موضوع حماية الشهود وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأيضا الأشخاص الذين يبلغون عن هذه الجرائم. ما يلفت النظر في القانون التونسي أنه لا توجد منظومة شاملة لحماية الضحايا والشهود، توجد فقط نصوص متفرقة هنا وهناك، وهذه النصوص مختلفة في حماية الضحايا والشهود ومتفاوتة الدرجة، بحيث معناها الخلاصة أنه النصوص القانونية هذه لا تكفي لحماية الضحايا والشهود، وهذا ما يؤكد أنه يلزمنا قانون شامل في هذا الإطار. الضحايا والشهود في انتهاكات حقوق الإنسان يتعرضوا إلى حالات انتقام، حالات تلفيق قضايا بسبب شهادتهم، وفي غياب حماية جزائية بطبيعة الحال الناس باش تمتنع عن التشكي والتظلم في انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا الشهود باش يمتنعوا على تقديم شهادتهم لأنهم ما همش محميين. فما يعني نوعا ما إجراءات لحماية الشهود والضحايا، الحماية الأمنية، الإفادات السرية، يعني الزجر الأشخاص اللي يتعداوا على الضحايا أو على الشهود. ولكن في قوانين أخرى يعني كما القانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يعني وحتى في قانون معناه مكافحة الإرهاب، يعني ما فماش تجريم بالنسبة للناس اللي يعتدوا على الضحايا وعلى الشهود، ما فماش نصوص جزائية تقول راهو عقاب الجريمة كذا وراهو اللي يعمل يضغط أو يهدد أو عقابه كذا. يعني تجسيم مقتضيات الدستور وإدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان والإيفاء بالالتزامات، هذا يتطلب أساسا عمل كبير على مستوى مراجعة التشريع الوطني. هذاك علاش اليوم من أهم التحديات والرهانات هي نشوفوا النصوص القانونية متاعنا الموجودة توا والمتعلقة بمجال التعذيب، نحاولوا نفهموها ونتعمقوا في فهمها وتحليلها باش نحددوا الثغرات الموجودة وإلا التناقضات كسوا مع الدستور مثلا في مسألة التقادم ولا مع الاتفاقيات الدولية. احنا من المبادئ الاساسيه اللي تقوم عليها الهيئه هي مبدا الاستقلاليه، استقلاليه حسب البروتوكول الاختياري، استقلاليه الماليه للهيئه، كذلك الاستقلاليه الوظيفيه والاداريه. معناها اعضاء الهيئه ما ينجموش يقوموا بمهامهم بكل استقلاليه في اطار الهيئه وفي نفس الوقت يكونوا موظفين في وزارات اخرى، وكانه اختزلت الهيئه في مهمه القيام بزيارات كيفها كيف بقيه منظمات المجتمع المدني او فرق الرصد الموجوده، اللي هو طبعا احنا نرفضه، وخاصه نرفضه ان كما حكيت نقوموا به في اطار ما يكونش فيه متوفر الاستقلاليه اللازمه ماليه واستقلاليتنا كيف الاداريه والوظيفيه. لكل سجين الحق في معامله انسانيه تحفظ كرامته، ضروره ان اماكن الايقاف والايداع تعتبر من الاماكن التي توفر مناخا ملائما لممارسه بعض المعاملات المهينه والتي قد تصل إلى حد اعتبارها جريمة تعذيب. والتنصيص دستوريا على ضرورة معاملة السجين معاملة إنسانية تحفظ كرامته فيه تكريس لسياسة الدولة نحو أنسنة الأوضاع السجنية ومناهضة كل ضروب التعذيب وسوء المعاملة. إن التنصيص على جملة هذه الحقوق صلب الدستور يشكل في حد ذاته حماية لها باعتبار تضمينها في القانون الأسمى للبلاد. يعني هذه كل يخلينا نقول أنه لابد من أن يصدر قانون معناها شامل في هذا الإطار.